بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير وحياكم الله وهلا مرحبا فيكم، وهذه الساعة الجميلة تجمعنا معاكم دوم على الخير والمحبة. راح ننطلق معاكم في هذا المساء. اليوم إن شاء الله في حلقتنا عندنا موضوعين، راح نتكلم عن نظرة المجتمعات العربية للموديلز، الموديلز اللي هم عارضي الأزياء أو عارضات الأزياء. اليوم معنا عنصر رجالي وعنصر نسائي يستخدمون في عروضهم لنشوف آخر شيء الصيحات الأخيرة المتعلقة في العباية مثلا، العطور، الملابس، الشنط، سواء رجالية نسائية، عطور، استخدام هذه الصور. اليوم راح نتكلم معاهم في موضوع آخر، وهو ما يتعلق في شلون الناس قاعدة تتقبلهم، شلون قاعد المجتمع يتعامل معاهم على مستوى الأصدقاء، شنو الحوارات اللي تدور معاهم، وهم لما أقبلوا على هذه الخطوة هل ينظرونها مجازفة، المجتمع ينفر منهم ولا قابلهم. كل هذه الأمور راح نتكلم عنها من زاوية أخرى مع مودلز راح نقابلهم يكونوا معنا في هذا المساء. لكن الانطلاقة إن شاء الله راح تكون عن فعاليات، وفعالية جدا مهمة الأمانة، وهي فعاليات التوعية لجمعية العلاج الطبيعي الكويتية المقامة بالتزامن مع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، اللي راح يكون معنا اليوم في هذا المساء إن شاء الله، وهو عضو جمعية العلاج الطبيعي الكويتية ورئيس فريق عمل فعاليات اليوم العالمي الدكتور حمد ضار العثمان. مسي عليه بالخير دكتور حمد، حياك الله. الله يحييك، مساك الله بالخير. يا هلا ومرحبا فيك، وايضا يسعدنا نكون معنا في هذا المساء كذلك عضو جمعيه العلاج الطبيعي الكويتيه الدكتوره نور عبدال. دكتوره نور مساك الله بالخير. احنا نعلم تحضرين الدكتوره، ان شاء الله تاخذين الدكتوره، نقول لك الف مبروك مقدما وبالتوفيق. وراح نتكلم الموضوع اللي اخترتيه اليوم، اعتقد انه موضوع نادر جدا في رسالتك ومهم بنفس الوقت، راح نتطرق له في هذا المساء. وايضا يسعدنا يكون معنا مشاهدينا الكرام الامين العام لجمعيه العلاج الطبيعي الكويتيه الدكتور حمد هادي المطيري، وعضو مجلس اداره جمعيه العلاج الطبيعي. مساك الخير دكتور حمد. حياك الله، طول عمرك. مرحبا فيك. مساك الله بالخير يا مرحبا. مساكم الخير جميعا، وبالتوفيق ان شاء الله. واهميه العلاج الطبيعي ودوره اعتقد مهم في مجتمعنا، لكن اليوم اللي بنسلط عليه الضوء بشكل اكبر واشمل. انطلق معك في البدايه دكتور حمد ضاري العثمان، تكلمنا عن هذه الفعاليه ونعرف المشاهد الكريم عليها. أول شيء الفعالية هذه هي اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، قاعد نسويها إحنا كوننا كجمعية علاج طبيعي كويتية تحت منظمة علاج طبيعي العالمية، فهو احتفال للعلاج الطبيعي في كل سنة يصير في 8 سبتمبر، والهدف من الاحتفال هذا هو التوعية والسماح للعلاج الطبيعي في توعية الناس شنو هو دور العلاج الطبيعي بالمجتمع، شنو هو العلاج الطبيعي كمهنة وكمهنة طبية. نعم. فإحنا خذينا الفرصة هذه، كنا مجلس إدارة شباب بلشنا السنة اللي طافت، سوينا الفعالية هذه مع بنك بوبيان مشكور تحت رعايته في السنة اللي طافت. نعم. وخذينا نجاح كبير، تقريبا من أحسن 5 مراكز بالعالم على حسب معايير منظمة علاج طبيعي العالمية. عدنا الفعالية هذه السنة هذه بشكل أكبر، وأيضا مع بنك بوبيان. نعم، مع بنك بوبيان كراعي حصري، وراح نكون إن شاء الله في الأفنيوز، راح تكون فعالية كبيرة إن شاء الله فيها أفكار، هدفنا نبي نوعي الناس شنو العلاج الطبيعي. وفي كل سنة كل منظمات كل جمعيات علاج طبيعي العالمية تأخذ الفرصة هذه في التوعية. إحنا خذيناها إن شاء الله راح تكون داخل المول، كون جونا جو حار، في هدايا راح توزعونها على الناس، راح تكون في هدايا إن شاء الله، مفاجآت يعني موجودة، في مسابقات وحاليا في مسابقات في وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. مثل الإنستغرام، وهم المسابقات هذه تحت رعاية بنك بوبيان. ممتاز. وفي مسابقات جديدة راح تصير خلال الفعالية هذه، فاحنا نحرص نبي الناس يجونا بالبوث اللي راح يصير بالأفنيوز، في فحوصات طبية جديدة عن السنة اللي طافت، في آخر ما توصل على العلاج الطبيعي من آخر أجهزة وآخر علاجات راح تتوفر في البوث، مفاجآت ما أبي أخربها على الجمهور، بس أبي أخليهم يجون عندنا بالبوث. بس نذكرهم بالساعة إن شاء الله، متى؟ إن شاء الله راح تكون من الساعة 10 إلى الساعة 10، من 10 صباحاً إلى 10 مساءً يوم الجمعة والسبت، يصادف تاريخ 6 و7 سبتمبر. وراح ننطلق بداية من بنك بوبيان في 5 سبتمبر، بس راح يكون حصري لموظفي بنك بوبيان كون الراعي الرسمي لنا، يستاهلون كشكر منا إلى البنك. نعم. على رعايتهم لنا السنة هذه. طيب دكتورة نور، خلينا نتكلم على شنو الهدف من إقامة مثل هذه الفعالية والفعاليات، واللي نتمنى صراحة أنا واحد الناس أتمنى أنه بشكل أسبوعي بشكل شهري على الأقل نهاية كل شهر يكون في خاص بالعلاج الطبيعي الناس تثقف، لكن هذه الفعالية تزامن مع اليوم العالمي، شنو الهدف منها بشكل عام؟ طبعا الهدف الرئيسي حق الفعالية هذه اللي هي توعية المجتمع شنو الأساليب اللي متاحة أنهم هم يقدرون يتعاملون ويا مشاكلهم الصحية المزمنة والآلام المزمنة. طبعا في نشرة من منظمة الصحة العالمية تقول إن مستشفيات الكويت أو مستوصفات الكويت، طبعا المشكلة مو خاصة بالكويت، بس دائما التركيز يكون على الوسائل العلاجية،
الوسائل الوقائية للحين ما في عليها تركيز، فاحنا نهدف من ضمن الفعالية هذه ان نوفر حق الناس ارشادات ومعلومات ونجاوب استفساراتهم، بحيث ان نعطيهم الاساليب الموجودة انهم يقدرون يتعاملون ويا الالام المزمنة نفس مشاكل الظهر، مشاكل الركبة. نعم. وتركيزنا راح يكون على الحركة، وشعار الفعالية بالحركة الحياة أحلى، فهو يعني إحنا نوعي الناس شلون يستخدمون الحركة على أساس إنه يتعاملون ويا مشاكلهم. مشاكلهم. أيضا طرحت نقطة جدا مهمة في يعني عرض كلامك، في معرض كلامك، إنه هناك وسائل وقائية. نعم. أيضا راح تبلغون الناس، تعطونهم إرشادات في هذا الجانب، وسائل وقائية يعني حتى لو معرض إلى إصابة معينة يتبع بعض الوسائل الوقائية لتغني أو تمنع من الإصابة. بالضبط. هذا راح يتم عرضه يعني للناس وتدريبهم عليه. إيه أكيد. إيه يعني نصائح وإرشادات من ضمن القعدة السليمة مثلاً بالدوام، إذا كان الشغل مكتبي شلون إنه يتجنب إنه يصير في مشاكل بالظهر. نفس الشيء طبعاً القعدة بالديوانية أو القعدة على الأرض هذا شيء شائع بالكويت، فشلون ممكن إنه يأخذ وضعية سليمة بحيث إنه ما يسبب ضغط على العمود الفقري. جميل. ويعني مثل هالنصائح إن شاء الله. إن شاء الله يطبقون النصائح، بس يعني هذا أهم شيء، يعني ما قصرتوا والله ما شاء الله عليكم، ولكن من يطبق هذه النصيحة؟ دكتور حمد هادي المطيري الأمين العام لجمعية العلاج الطبيعي الكويتية، خلينا نتكلم على مستوى دولة الكويت، هل الكويت كدولة تمتلك القدرة في مجال العلاج الطبيعي؟ أولاً بس أحب أمسي عليكم ومسي على أخواننا المشاهدين. شاكر لكم هذه إتاحة الفرصة هذه لنا، لأن فعلا احنا محتاجين نوصل دعوة للجمهور الكريم. وحاب أعقب على مداخلتك اللي هي الوسائل الوقائية. نعم. احنا أوريدي يعني مسوين بروشورات راح توزع إن شاء الله في جناح الفعاليات، ومثل ما تفضل أخوي دكتور حمد العثمان إنه في مسابقات وفي راح يتم عرض فيديوهات توعوية. يعني هناك فيديو يعني وشاشات، راح يكون في شاشات ممتاز، وراح يكون في عرض فيديوهات توعويه من اعداد كوادر متخصصه في العلاج الطبيعي، وراح يكون ان شاء الله في توزيع بروشورات. احنا الجديد اللي طرحناه السنه من خلال البروشورات انه راح يكون في بروشور خاص بالحقيبه المدرسيه تزامنا مع انطلاقه العام الدراسي. فبالاضافه مشاكل الامانه عند الناس، يعني مسببه مشاكل كبيره عند الاطفال. بالضبط يعني. بالضبط. فاحنا اليوم لازم ان نراعي كل الفئات العمريه. يعني اليوم انا لما اركز على الجانب الوقائي مثل ما تفضل الدكتوره نور، انه فعلا لازم نركز على الجانب الوقائي، لان عندنا مو بس بالكويت، حتى نقول في محيطنا الاقليمي التركيز على الجانب العلاجي. درهم وقايه خير من قنطار علاج. صحيح. فاليوم احنا اذا ركزنا على الجانب الوقائي راح نوفر هدر المال العام. نعم. وراح يعني ما راح نحتاج لبعض الامور. عندكم اللي عندكم حلول حق اطفالنا حق عيالنا؟ اكيد عندكم حل كنصائح وكارشادات يعني. اذا تم، واحنا نروح يقول لك والله السفنج هني دبل ترى زياده، راح تكون زين. فانا شو مدى صحه الكلام، لان انا عندي فاصل. ايه؟ وراح ترجع تجاوب على السؤال. راح اجاوب. الكويت عندنا القدره او ما عندنا القدره؟ ان شاء الله لازم نقول هالرساله حق الناس وحق المسؤولين. ان شاء الله بعد الفاصل مستمرين معاكم مع العلاج الطبيعي، لا تبعدون. دكتور حمد هادي المطيري، خلينا نتكلم على موضوعنا، طلعنا الفاصل قبل شوي ونرجع عليه، وهو هل احنا الكويت، دولة الكويت تمتلك القدرة في عملية العلاج الطبيعي؟ عندنا اعداد كافية من الكفاءات الكويتية؟ ونبيك تفرق للمشاهد بين اللي قاعد يتعالج يتلقى العلاج من الشخص، والشخص اللي يدخل عليه قبل يتلقى العلاج. بالضبط دكتور. والفني ما في شك ان اختصاص العلاج الطبيعي هو اللي يحمل بكالوريوس فما فوق. احنا مشكلتنا الناس مو راضيه تفرق بين الفني اللي هو يحمل دبلوم. نعم. وبين اختصاص العلاج الطبيعي اللي هو يحمل بكالوريوس فما فوق. عندنا دبلوم هنا بالكويت يعطون دبلوم؟ قله ككويتيين قله جدا يعني. نعم. لكن كدوله تدرس الدبلوم؟ لا ما عندنا. بس انه في شهادات من برا فيتعينون في وزاره الصحه. ممتاز. او في قطاعات الدوله. نعم. لكن بشكل عام لما نتكلم عن الكفاءه المقدمه، يعني مستوى الرعايه الصحيه المقدم بالنسبه لتخصص العلاج الطبيعي، نملك الكفاءه، لكن احنا مشكلتنا باللوائح والنظم اللي تنظم العمل في العلاج الطبيعي. جميل. يعني هذه يعني تبين للشخص اللي يبي يتلقى هالرعايه، قاعدين نلاحظ ان الشخص ما قاعد يتلقى الرعايه بشكل سليم لسوء النظم واللوائح اللي تنظم العلاقة بين الاختصاص العلاج الطبيعي وبين المريض.
ممتاز. طيب نفس النقطة أيضا دكتورة، يعني وأنت الآن تحضرين الدكتورة، شنو اللي شجعك يعني في هذا الجانب؟ هل تجدين بأن الدولة فعلا تراعي وتأخذ بيد أصحاب هذا الاختصاص العلاج الطبيعي مما شجعك أنك تكملين دراستك، أم أنت شايفة أن الدولة مقصرة في أصحاب هذا التخصص؟ أنا أعتقد في تقصير مثل ما قال الدكتور حمد، النظم اللوائح بالإضافة إلى قانون المهنة، إحنا ما زال من السبعين أعتقد للحين ما في قانون يصنف المهنة ويصنف شنو يعني شنو أهداف العلاج الطبيعي أو شنو نوع الرعاية أو إنه يفصل أو ما بين يمارس العلاج الطبيعي، أي إنه يفصل بين الفني مثلاً وبين الاختصاصي مثل ما تفضل الدكتور الفني حمد. يفتح عيادة علاج طبيعي، لا لا أنا هي كغطاء خاص صعب، حتى اللي يملك البكالوريوس حتى اللي يملك الماجستير ما يفتح الا في شروط تعجيزيه. لكن احنا ما نتكلم بالنقطه، احنا نتكلم منو اللي يمارس. يعني انت تلقى ناس تمارس في الانديه، ناس تمارس في الاتحادات. هذا صحيح هو دكتور علاج طبيعي؟ لا مو صحيح، مو دكتور علاج طبيعي، بعضهم ما يملك بكالوريوس علاج طبيعي. واحنا تقدمنا في كتب الى هيئه شباب الرياضه ان بانشاء لجان تفتيش على الاتحادات والانديه، هيئة شباب الرياضة ما ردوا على كتابنا. هذا دكتور تصريح خطير جدا، يعني المشاهد الكريم والمسؤولين ان مثل ما تفضلت واكد على هذا الموضوع ان اغلب المتخصصين او كلهم، احنا نقول اغلبهم الموجودين بالانديه الكويتيه الرياضيه، نعم، غير متخصصين بالعلاج الطبيعي. انا ما اعلم، ما عندي نسبه معينه بالضبط، نعم، لكن هناك ناس غير متخصصين بالعلاج الطبيعي يعملون في الانديه والاتحادات. على نفس النقطة دكتور حمد العثمان، أنا أحب أضيف على دكتور حمد دكتورة نور بالنسبة اللي قالوا أن الكوادر إحنا متوفرة عندنا ككوادر كويتية مجتهدة وعندها الشهادة العلمية في هذا التخصص، ومثل ما قال الدكتورة نور بالنسبة لقانون المهنة. بس اللي بضيفه أنه وللأسف في عندنا بدولة الكويت أغلب المستشفيات إذا مو كلها مو ملتفتين إلى تجهيز قسم العلاج الطبيعي. أنا عندي شهادة، عندي العلم، بس ما عندي التجهيز اللي أقدر أشتغل فيه في المستشفى بأحدث العلاجات اللي متوفرة خارج الكويت، العلاج الطبيعي داخل الكويت اللي خلى وايد من المرضى يطلعون ويأخذون علاج بالخارج. هي عقاقير ولا الأجهزة تقصد دكتور؟ لا الأجهزة العلاج، إحنا كنا علاج طبيعي ما نستخدم أي نوع من العقاقير. نعم. عشان شيء يسمونه العلاج الطبيعي. دكتور احنا قاعد نشوفهم والله الأمانة على المستوى الشخصي، إحنا شاهدناهم مجرد سرير موجود، ستارة موجودة. صح هذا العلاج الطبيعي، صحيح هذا العلاج الطبيعي؟ لا وللأسف هذا مو العلاج الطبيعي، هذا اللي أقدر أقول لك إياه 5 أو 10% من العلاج الطبيعي الفعلي اللي أنا ممكن أقدمه للمريض. هذا 5%؟ هذا 5%. أي مريض يدخل العلاج الطبيعي، أنت تشوف السرير والستار والأمور هذه كلها، هذا تجهيز المريض لجلسة العلاج الطبيعي. ولكن أغلب المرضى اللي بالكويت قاعد يأخذون التجهيز الجلسة وما قاعد يأخذون الجلسة الفعلية، يا قصور في القسم نفسه من ناحية التجهيزات، يا من كثرة المرضى اللي موجودين المستشفيات ما تكفي. وفي مستشفيات موجودة بالكويت عندنا على الشينكو ما في، احنا في 2013 يعني تخيل كل مستشفيات وزارة الصحة ميزانيتها 400,000 دينار فقط. 400,000 حق كل مستشفى علاج طبيعي، كل أقسام العلاج الطبيعي يعني مثلا نقول مستشفى فروانية ميزانيتها 400,000. لا 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 جميع المحافظات، جميع المحافظات، جميع مستشفيات وزارة الصحة ميزانيتهم واحدة اللي هي 400,000. الـ400 مقسم على الطبيعي، اي مقسم حق العلاج الطبيعي، يعني اجهزه وتجهيزات وكل شيء فتخيل 400,000 على 15 يوم. اصحاب اختصاص دكتور اقل جهاز كم تكلف تقريبا العلاج الطبيعي؟ في اجهزه على 70,000 وعلى 50,000 مو متوفره عندنا. لا متوفر تلقى واحد وخربان، ما في فني، ما في صيانه، ما وهذا الواقع عندنا. مثلا على سبيل المثال عندنا جهاز سبايمد، موجود جهازين، جهاز بالرازي وجهاز بالطب الطبيعي. اللي بالرازي خربان او 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 سمعت حولوه نساء او شيء، او هو ان الجهاز يكون للرقبه وللظهر، نعم، واحد منهم خربان وواحد يشتغل. وعندنا في الطب الطبيعي اللي برقبه يشتغل اللي بالظهر خربان. والله الناس وين تامن على نفسها، تنمون العالم اللي راحوا برا. دكتوره تخصصك حضرتك الان تناقشين الدكتوراه في الام الظهر. الام الظهر كيف تقيمين؟ طبعا كل الكويت ما شاء الله يعني اسال الله يعافيهم اغلبهم الام ظهر، يعني فشنو المشكله هذه الظاهره هذه، شنو تصنيفك لها؟ طبعا انا راح اتكلم من وجهه نظر علميه وفي البحوث العلميه وبالنتائج اللي طالعه حديثا. ف طبعا الام الظهر شيء يعني هو مرض يعتبر واسع لعده اسباب، ممكن انه يكون عندنا عده مرضى بس شكوتهم تختلف. ف واساليب العلاج في اساليب علاج بروتوكولات وايد، بس مو شرط ان بروتوكول معين يفيد مريض ما يفيد مريض ثاني. فانا من وجهه نظر علميه مثل ما قلت انه
أعتقد المشكلة الأساسية إن في تركيز على العامل الفسيولوجي اللي هو لما يكون في مشكلة بالظهر الشائع إنه يكون مثلاً في مشكلة بالفقرات، في مشكلة أو انزلاق ظروفي أو هو ديسك كما هو متعارف عليه، إنه لازم يكون في مشكلة فسيولوجية. الدراسات الحديثة بينت إنه ما في يعني ما في لينك أو ما في رابط ما بين مثلاً أشعة الرنين المغناطيسي والمشاكل أو آلام الظهر. لحظة، أشعة الرنين المغناطيسي يعني ما مو شرط. مو شرط يعني مو يقول لك شنو الدكتور يعني سوي لي اشعه رنين مغناطيسي حتى أيوة يكتب اذا انت عندك ديسك او ما عندك ديسك، صح؟ هذا شيء شائع، فاللي اثبتته دراسات انه سووا دراسه على ناس ما يشتكون من الام بالظهر ولقوا عندهم ديسك او انزلاق ظروفي مع انهم هم ما يشتكون ولا عمر اشتكوا، والعكس صحيح انه في ناس يشتكون من الام الظهر لكن سووا الاشعه وما تبين فيها شيء. طيب شو تفسرين هذه؟ في طبعا دراسات ثانيه بحثت شنو العوامل الاخرى اللي ممكن ان هي تاثر على الام الظهر، فلقوا أن في عوامل وايد، منها عوامل اجتماعية، منها عوامل نفسية، مثلاً في وايد دراسات تثبت أن في علاقة ما بين الاكتئاب وبين آلام الظهر. دكتور عشان ما نوهق الناس، يعني اللي يسوي أشعة رنين مغناطيسي الحين يقول أنت معاك ديسك، يأخذ في الكلام ولا ما يأخذ فيه؟ يعني مثل ما قلت لك، يعني في أنا تركيزي أكثر يمكن على الناس اللي ما يتضح عندهم شيء بالرنين المغناطيسي بس يشتكون من آلام، وإحنا وايد نشوف يمكن زملائي يتفقون أن نشوف تشخيص نون سبيسيفيك لو باك بين، هو آلام بالظهر ما لها مثلا تشخيص طبي او ما تبين شيء بالفحوصات الطبيه ما لها سبب واضح. يعني العلاج الطبيعي بالكويت وصل لمرحله انه يضع يعني يحط ايده على هذه المشاكل ويضع لها حلول من وجهه نظرك؟ انا باقي معي 3 دقائق ونختم. من وجهه نظري انه للحين اعتقد انه يعني هو الطب عموما، يعني هذه مو مشكله خاصه بالكويت بس مثل ما قلت التركيز على العوامل الفسيولوجيه. نعم دكتور حمد هادي المطري، يمكن الصحف طلعتنا ان هناك يعني استعانه بالعنصر الاجنبي للعلاج الطبيعي. نعم اليوم يعني راح تتوظفون مع بعض، يعني راح يزجونكم مع بعض. في تصريح مثل ما تفضلت، في تصريح اليوم نزل باسم وزاره الصحه ان في اتصالات كثيفه لاستقطاب فرق اجنبيه للعلاج الطبيعي. اكيد دقوا عليكم؟ لا ما للامانه ما دقوا، يعني انا تفاجات بالتصريح. النقطه اللي انا ابي اسال عنها او ابي استفسر عنها، هل راح يطبقون البروتوكول للفرق الاجنبيه في بلدانهم ولا راح يطبقون البروتوكول الموجود عندنا في الكويت؟ شو يفرق؟ اذا طبقوا البروتوكول اللي موجود عندنا في الكويت مصيبه، يعني ما استفدنا شيء، جبناهم وشغلناهم مثل شغلنا وراحوا واعطيناهم فلوس. حلو. لكن اذا جبناهم وبيشغلون بروتوكولهم اللي هناك راح يتعارض مع قوانيننا اللي في الكويت. العلاج الطبيعي لغايه اليوم مثل ما تفضل اخوي دكتور حمد عثمان ما في قانون ينظمه. والكليه ما زالت ضمن كليه العلوم الطبيه المساعده. طيب خلينا من القوانين، الناس راح تستفيد ولا لا؟ انتم راح تستفيدون ولا من العناصر الاجنبيه هذه؟ يعني تبادل خبرات. هذه البروتوكولات راح تتصادم مع الوضع اللي صاير في وزاره الصحه. وزاره الصحه يعني ما عندنا دايركت اكسس مثلا، يعني المريض ما يتوجه للعلاج الطبيعي دايركت، لازم يروح للطبيب ويحولك. صحيح. بامريكا وكندا موجود دايركت اكسس. وانتم ليش ما عندنا هنا بالكويت؟ مو موجود. لأن خاطبت الوزير الوكيل خاطبنا وحتى احنا قدمنا مقترحات لتطوير المنهج الدراسي. يعني تخيل احنا طالبنا فصل الكليه بكليه مستقله. نعم. وطالبنا في تطبيق برنامج دكتور علاج طبيعي اللي هو الدي بي تي. ممتاز. الدكتور فيزيوثيرابي هذا مطبق حتى في دول اقليميه، يعني من غير اذكر اسامي. طيب. في دول اقليميه خليجيه وعربيه وعالميه عندنا مو مطبق لغاية الآن بالكويت، مو مطبق. قدمت هالدراسات إلى وزير الصحة. وزير الصحة دكتور هلال الساير مشكورا أقام يعني شكل لجنة. حلو. اللجنة انتهت ما رفعت توصيات لأن تغير الوزير. الوزير الجديد مهام اللجنة هذه لأنه مو هو اللي شكلها. الوزير اللي بعده خاطب. الوزير اللي بعده كلمناه قلنا ترى في لجنة صارت ما رفعت توصيات، نفس الشيء. الوزير اللي بعده والله أنا من برنامجكم إذا تسمح لي. يعني إذا تسمح لي أوجه رسالة يعني إلى رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك. احنا ندري ان تهمه مصلحه يعني مصلحه المريض الكويتي ويهم المحافظه على المال العام. اليوم اذا العلاج الطبيعي يعني ما انحلت يعني العراقيل اللي تعيق تطور تخصص العلاج الطبيعي في الكويت راح يكون في هدر للمال العام. راح الناس قاعده تروح علاج بالخارج يعني وهذه النقطه. يعني اليوم اذا احنا نبي رفع مستوى الرعايه الصحيه في الكويت لازم العلاج الطبيعي يفصل في كليه مستقله، يطبق برنامج الدي بي تي، علاج طبيعي يعني يخرج في قانون خاص ينظم مهنة العلاج الطبيعي في القطاع الحكومي والخاص. والله أنا أقول الوكيل روح حق وكيل وزارة أحسن. أنا والله والنعم وسعد ما يقصر، لكن رحنا له وما استفدنا شيء لغاية الآن. ما استفدتوا شيء منه؟ والله لغاية الآن والله والنعم وسعد ما يقصر لكن شكرا لكم. وصلنا حق الختام. دكتورة عندك شيء تقولينه بهذا الموضوع هذه الفعالية؟
المشاهد الكريم اذا عندك شيء حاب تضيفينه بالموضوع نفسه؟ لا والله اعتقد كفى ووفى، بس ان ندعي الناس عشان تيون يستفيدون ان شاء الله. دكتور حمد العثمان، احب اذكر تزورونا بالافنيوز دوم 2 ما بين شيك شاك وستاربكس من الساعه 10 للساعه 10 يوم الاحد. اعلان لكم بروحك، سويت اعلان حق اللي حولك ما شاء الله. تاريخ 6 وتاريخ 7 ان شاء الله، تاريخ 6 للساعه 10 للساعه 10 ان شاء الله، بدون اي بريك موجودين هناك ان شاء الله. للتواصل معكم طبعا هذا الانستغرام على الشاشه مشاهدينا الكرام، ايضا انستغرام الحمله اللي هو حساب جمعية العلاج الطبيعي اللي حاب يتواصل معهم، وايضا في مسابقة هم واضعين هذه المسابقة. شنو الجائزة؟ خمس جواز. خمس جواز عندكم ما شاء الله، خمس جواز في كاش؟ في كاش في كاش, في كاش بعد. يلا ايش عليكم، موفقين. كل الشكر لكم دكتور احمد العثمان، مشكور ما قصر. دكتورة نور العبدال شكرا لك. دكتور حمد المطيري ايضا الشكر موصول لك. الله يسلمك. شكرا للعلاج الطبيعي، بارك الله فيهم. شباب كويتي، شباب مجتهد، شباب طموح. وجه رساله الى سمو رئيس مجلس الوزراء، اعتقد الجماعه قالوا كان رحنا حق كذا وزير، يعني ما شاء الله الحكومه ما تستمر، راحوا للوكيل، الوكيل موضوع مو عنده، ما ادري اذا الموضوع مو عند وكيل وزاره من عنده يكون، يعني وين يروحون؟ لازم يكون يعني اصحاب تخصص عشان احنا نهتم بالموضوع، يعني يا وكيل مساعد يا وكيل وزارة يا صاحب قرار، أكون متخصص في شيء معين حتى أهتم في هذا الموضوع. خلاص يعني بس كفاية، حرام يعني على قولتهم. علاج طبيعي وأجهزة، روح العلاج الطبيعي وشوفوا، ستارة والله، ستارة وسرير معين. في علاج طبيعي مميز وعليه واسطات، والله يعطيهم العافية الصراحة، اللي هو الموجود بالهيئة العامة لشباب الرياضة بارك الله فيهم، وهذا شغلهم الخاص فيهم، وهي دولة لكن مو دورها تحول عليها أمراض مستشفى وزارة الصحة، لكن نتمنى إن شاء الله نجد حلول لمشاكل كثيرة منها العلاج الطبيعي. فاصل وراجعين لكم، لا تبعدون. وصلنا معاكم لفقرة المودلز، يعني لأي إعلان نشاهد نشوفه، ايضا تذكرون فيديو كليب، الان صار تركيز على الفيديو كليب قليل، لكن ايضا العطور ما شاء الله في رمضان اللي مضى، او كل رمضان ما شاء الله هناك عروض للعبايه المتعلقه في بعض المحلات، يعني كل واحد حاب يعرض بضاعته، لكن لا يستغني عن المودلز، لازم يكون موجود او موجوده حتى يستعين فيه ويعرض هذه البضاعه او يسوق لهذه البضاعه باي شكل من الاشكال حتى يستقطب المستهلك في النهايه. لذلك شنو الضغوط اللي تواجههم، نظرة المجتمع لهم، علاقاتهم، محيط العلاقات بينهم وبين بعض، هذا الموضوع راح نتكلم مع شباب مميزين جميلين في هذا المجال، طرقوا بابه يعني شقوا الطريق في هذا الموضوع، راح نطرح عليهم تساؤلات عديدة الأمانة، وننقل يعني ننقل لكم همومهم ووجهة نظرهم في عالم المودلز، يعني خصوصا الدول الغربية في عالم المودلز يعني يتنافسون عليها المشاهير، لكن عندنا مجتمعاتنا العربية النظرة تختلف تماما حول هذا الموضوع. يسعدنا نتكلم فيه ويكون معنا ورحب فيه بالبداية أخوي رضوان أحمد. مساء الخير أستاذ رضوان. مساء الخير، حياك الله، تشرفت معرفتك. احنا تشرفنا فيك، والساعة المباركة. وأيضا معنا المودلز رولا الحاج، مساء الخير رولا. مساء النور، هلا، حياك الله، هلا فيك. وايضا المودلز، صح نقول مودلز كلكم؟ طيب، وايضا المودلز احمد غانم، اهلا فيك اخوي احمد، حياكم الله، هلا مرحبا فيكم. انتم هذا اللبس الطبيعي ولا عشان البرنامج؟ لا كمودلز، لا حسب كل واحد هو ستايل، بس بيغير ستايل حسب المكان اللي هو طالع عليه. حسب المكان، يعني انت الان على حسب المكان اللي انت طالع عليه هذا الستايل، يعني هذا الستايل. احنا راح نتكلم اليوم كله على الستايل وعلى عروض الازياء يعني. طيب خلينا نتكلم بالبدايه، المواقف اللي تتعرضون لها كعارضي، نقول عارضي ازياء ولا مودلز؟ مودلز. مودلز يشمل كل شيء، بيشمل بشكل عام، يعني مو شرط بس عرض ازياء، كمان بيطلع بكليب، فيني يطلع باعلان، في اي شيء، في كثير فيني يطلع فيها ساعات، اطول ساعات، ما في شيء بيجبروني يمشي على خط واحد، عادي هو بشكل عام كله بضل ضمن الفاشن، ضمن الفاشن نفسه. طيب كمواقف تتعرضون لها رولا، شنو ممكن المواقف اللي تزعجكم انتم كعارضي ازياء او كمودلز؟ يعني بالتصوير احيانا حسب اذا كان المصور انه نفسيته مثلا بتكون مش منيحه، هالشيء بلبك الموديل وهي عم تتصور معه، يعني لازم هي تتاقلم معه وهي عم بتصور. ها مصور فوتوغراف قصدك؟ ايه، لازم يكون يعني انه في تفاهم بيناتهم والجو يكون يعني رايق وهيك، حاسس انه يعني تكون الصور حلوه بالاخر كمان، يعني صوره المودلز والبضاعه اللي حابه تعرضينها مثلا سواء كانت من ملابس او سواء كانت من اكسسوارات متعلقه بالنساء، لازم العلاقه ما بين المصور والمودلز تكون في هذه الصوره. طبعا. والنفسيه لازم تكون زينه حتى تنعكس في هذه الصوره.
مرات اشوف مودلز احنا مكشرين هيك يعني، فشنو الاسباب يعني هذا الموضوع يمكن بكون السبب المصور ها. طيب احمد خلينا نتكلم على موضوع المجتمع، هل يتقبل هذه الفكره ومتى بديت مع عالم المودلز؟ لا المجتمع هون بشكل عام بالوقت هذا صار يتقبل هيك شغلات، صار في عندنا كثير مودلز بالدول العربيه، في منهم عم بيطلعوا لبرا بس مشان انه يكفوا هذا المجال، فله يعني يكفوا كملوا فيه قصدك، يكفوا هذا المجال لانه هون عندنا لفتره محدوده يعني لشيء محدود، ما فيك انت تكفي ممكن بس تصوير وخلاص، وانه بيتعاملوا معك انه انت تعال بس انت جاي تصور لنا وخلاص، بس انه ما في شيء انه كطريقه اهتمام بالمودلز او انه كطريقه تعامل تكون سبيشال مثل الدول العالميه برا. يعني بتشوف انت دول عالميه برا بتشوفهم طريقه التعامل مع المودلز غير، كيف بدي لك اياها يتعاملون معهم بالعكس يعني كانوا مشاهير هوليود مثلا، كمشاهير وهو يحدد المواعيد عند جروب من سكرتاريا وغير، وهذا المودلز نشوفه برا، هذا اللي بنشوفه برا بس نعم. نحن هون عندنا ما بنشوف هيك شيء. ممكن انت هلا هون كنظره مجتمع عربي بقول لك تسويقك انت لنفسك ام المجتمع مش متقبل الفكره؟ خلينا نقولها بصراحه، هلا انا كمجتمع عربي لي حدودي وانا عارف انه انا بمجتمع عربي، فانا بعرف شو هي الحدود اللي انا بوصل لها، بس انه قناعتي انا انه كنت موديل بعرف شو هي الشيء المحدود لديانتي ولا لمجتمعي او اي شيء، بعرف شو هو الحدود تبعي، بس نفس الوقت في ناس يقولوا لك انه لا المودلز ما فيك انت تكون مودلز لانك انت عم بتقلد الغرب، او انه هاي الشغله ما خلقت انه بس للغرب، هي كمان شغله موجوده عربيه. نعم. يعني ممكن نحن نستخدمها كلباس عربي، فيك تعملها كدعايات اعلانات للباس عربي، هذا كمان شيء حلو وعصري. يعني كمان هلا اذا بتلاحظ كلياتهم عم بياخذوا الموديلات القديمه بشغلات بمجتمعنا العربي هون، بنفس الوقت هن اللي عم يصمموها، بنفس الوقت هن اللي عم ينتقدوها. مصممين عرب والمودلز عرب، مصممين عرب مودلز عرب، بس هون كمجتمع عربي كمان بيضلهم يميلوا للمودلز الاجنبي، بيضلهم يحاولوا انه يجيبوا ناس من برا تكون عم بتسوق لهم هيك، يكون جاذب اكثر من العنصر العربي العنصر لا الاجنبي، لانه هناك اهتمام اكبر واعلان اكبر، يعني غير انه بس عم بيصور هو كمان انه في له مراقبه من الاعلام عم بيحاولوا انه يدعموه مشان يكون اشهر، من مو بس انه ناطر كدعايه يعملها علشان انه ينشهر. ممتاز اخوي احمد، يعني اخوي رضوان اثار نقطه جدا مهمه وهي عمليه ان العنصر الاجنبي وعمليه الحمله الدعائيه اللي قاعد ياخذها، وايضا الاستعانه في هذا العنصر الاجنبي من منتجات عربيه، يستخدمون العنصر الاجنبي اكثر من العربي، لذلك اقول لك ما يكفي هنا الموضوع، يروح لبرا نشوف يعني كشاب عربي يروح لدولة أجنبية يصبح ستار، الدولة العربية ترد تستعين فيه مرة ثانية، يعني شنو المضايقات اللي قاعد يواجهها في هذه الدول العربية؟ لأنه بشكل عام المجتمع العربي ما بيتقبل هيك فكرة، بيتقبلوها من الغرب أكثر ما يتقبلوها من الواحد منهم فيهم كعربي أو بشكل عام يعني، بس أنه يتقبلوها من واحد جاي من برا من أوروبا كان هون وطلع لأوروبا وصار مثلا بأوروبا وانشهر وهيك، بيرجع بيجي لهم هن بيجيبوه مرة ثانية، فهنا بيتقبلوا انه هو جاء من برا، مو بيتقبلوا انه هو هون موجود. طيب هل تتعرضون يعني نتكلم بصراحه الامان وننقل هذه المشاكل للمجتمع بشكل عام، هل تتعرضون فعلا لتحرشات لمشاكل متعلقه فيكم كمودلز مثلا كنظره مجتمع ما ينظر للمودل اذا شافه عربي، بينما اذا شافه ستار تختلف الثقافه، ستار اجنبي يتعامل معه ويصوره وكل شيء، لكن اذا شافه يعني مودلز عربي النظرة تختلف معه. بالنظر. شنو ممكن اللي واجهتوه من مشاكل في هذا الجانب؟ ما في مشاكل معينة، بل في بعض المشاكل بصير من شركة إنتاج صارت معي ومع شركة إنتاج أساس إني أصور لدعاية لألون، بس صار في خلاف بيني وبين اللي قدم لي هذا العرض، فما في نحكي شو اللي صار بعد هيك. شو صار من شركة الإنتاج؟ يعني أنا بقول لك يا هاي بتصير مع كل المودلز، إنه كمبدأ واحد الطلبات اللي هن عم يطلبوها منا لا ديننا ولا مجتمعنا بيخلينا نتقبل انه هيك شيء. يعني مثلا في ناس بيجي بيقولوا لك انا مستعد اشهرك بدوله عربيه ومستعد اعاملك واخذك وجيبك، بس بنفس الوقت الطلب اللي بيطلبه لا دياتنا ولا مجتمعنا بيتقبل هذا الطلب، ما فينا انه تقدم له هذا الطلب اللي هو طالبه، يعني يطلبون اشياء مخالفه للدين والشرع والقانون والعادات والتقاليد. صح بالضبط. ايوه هالشيء بيرجع على شخصيه انه الشخص يعني اذا هو بيتقبلها او لا، يعني او بيرفضها او لا،
يعني في طبعا كل واحد حاطط له حدود، والموديل والشخص كمان بالمكان اللي هو بده يصور فيه بيقدر يفرض احترامه على اساس اللي حواليه كمان يحترموه، ويكون في حدود بكل شيء يعني بالتعامل بكل شيء. ايش اللي خلاه يتجرأ صاحب الشركه المنتجه او الشخص المسؤول في هذا الجانب انه يطلب مثل هذه الطلبات المخالفه للشرع وللدين والقانون؟ بعد الفاصل اسمع منكم الاجابه. فاصل مشاهدينا وراجعين لكم ان شاء الله، لا تبعدون. أخوي أحمد، خلينا نتكلم الآن، نفتح الموضوع على مصراعيه في عملية من يدفع هذا الشخص في عملية طلب مثل هذه الأشياء المخالفة للشرع والدين والقانون، ونقولها بصريح العبارة أن مثل ما تكلمنا يطلبون أشياء متعلقة بالجنس. تكلم في هذا الموضوع، تعرفتوا لهذا الشيء مباشرة هلا كطلب؟ كطلب مني أنا لو تعرضنا لهيك شغلات، ما في واحد، ما في موديل صار بالكويت، او خلينا نقول بالمجتمع العربي، المجتمع العربي بشكل عام، بالمجتمع العربي بشكل عام انه اجى هذا الطلب، بس فينا اذا ما وافقت فناكلت حقوقك، خلص انت ما وافقت لهذا الطلب فما فيك تكفي هذا المشوار، هاي تكنسل العقد وكل شيء، انت تكنسل كل شيء عندك. يعني مثل انا لو كانت العروض اللي عم تجيني كنت هلا ممكن انا بروح برا دول برا يبعثوني، ما مثل ما قلت لك يعني لو وصلت حدود هني راح يبعثوك على دول اجنبيه برا، بعدين بتصير ممكن ترجع لهون ك واحد عالمي يعمل اعلان لشركات كبيره هون بالكويت او باي دوله عربيه. نعم. رولا، مثل هذه الامور يعني انت كفتاه سبب لك اشكاليه كبيره، هل هذا ما خلاك تفكرين انك انت تبتعدين عن عالم الازياء، ام في شيء قاعد يشجعك اكثر انك انت تستمرين في هذا الموضوع وهو موضوع المودلز؟ هلا ما في شيء خلاني ابعد عنه، لانه دائما بكل مكان انه لازم اعرف انا وين رايحه اصور ولا شو رايحه اصور ومع مين حصور، كل شيء عن الموضوع عامه. ويعني كمان قلت لك هالشيء قبل، انه الشيء بيرجع على شخصيه الموديل يعني نفسه، وين بيفرض احترامه حواليه وبالمجتمع. يعني كيف تتعاملين مع هذا المواقف؟ مع هذا كيف اتعامل مع هذا المواقف انت كمودلز يعني، ومثل ما تفضل اخوي احمد بان حتى تنشهر وتستمر عمليه الشهره ممكن انا اكون نجم انا لو وافقت وكذا فاترك هذه العقود. ايه هلا قبل يعني انعرض لي مثلا بضاعه معينه اعرضها يعني ومبلغ يعني كبير، بضاعه جاي من برا، بس طبعا انا رفضت يعني لانه عندي حدود باللبس وعندي حدود انه يعني باشياء معينه كمان. هاي ايضا كفتيات يعني مودلز ايضا يطلبون في لباس معين، ايضا عندكم قبول لاشياء ورفض لاشياء اخرى. ايه طبعا. ممتاز. اخوي رضوان، ايضا في هذه المشكله تحديدا هل ترى بانها منتشره عندنا في المجتمع العربي بان خلاص النظره السلبيه للمودلز؟ بما ان هذا مودلز اذا هذا شاذ جنسيا، هل هذه النظره موجوده؟ هي موجوده بس مو بنسبه كبيره، موجوده بنسبه قليله عند بعض الناس بيفكروا بهيك اشياء انه هذا مودلز هذا انه شاذ جنسيا او يعني كيف هن بطريقتهم بيفكروا فيها، بس هي بشكل عام لازم يكون في الموديل بشكل عام لازم يكون له في نقابه مثل ينضم لنقابه الفنانين وفي ناس تهتموا بهيك اشياء. جميل. لحتى يصير انه مثله مثل الغرب، في اهتمام اكثر، في انه عقود اكثر مع شركات انه على اساس ينشهر اكثر، مثله مثل الغرب، مثله مثل انه المجتمع العربي مو ناقصه اي شيء لحتى انه يصير مثله مثل الغرب. مسؤوليه من تثقيف المجتمع في هذا الجانب، جانب المودلز يعني محتاج لتثقيف وتنوير المجتمع في هذا الموضوع، انه يا جماعه انا المودلز ترى كذا يعرض هذه الازياء، يمتاز بشكل معين، الله سبحانه وتعالى حباه بتفاصيل وجه معينه جميله ومميزه يعرض هذا للتسويق، مسؤوليه من ابراز هذه الثقافه من وجهة نظرك؟ أنا بقول مثل ما مسؤولية مثل ما هم مهتمين بنقابة فنانين وعاملين كإدارة لهيك شغلات يعني بالفنانين هاد، كمان لازم تكون للمودلز نسبة، ما بنقول إنه نقابة خاصة حق المودلز تابعة لنقابة الفنانين. يعني أنت تعتبرون أنتم فنانين نفسكم أو هواة؟ أكيد، لما أنت بتيجي تقول واحد عم بيعمل لك اعلان كثير كبير، يعني هلا لمس مثلا نقول نتحدث انه في مسلسل انت حضرته وهالممثل نفسه هو اعطاك عمل اعلان بنفس الوقت لشغلات معينه كسياره او شيء، فهذا عمل له تجاره بنفس الوقت، فاعتبر هذا موديل لهذا الاعلان. صح، الاعلان صحيح، ارتبط صورته بهذا الموديل، ربط صورته بهذا الموديل، فهو فنان بس بنفس الوقت كان موديل لهيك شركه، ف
فلازم نكون نحن مع هيك. ممتاز. شنو التفاصيل اللي تتدخلين فيها انت كمودلز؟ هل هو فقط اللي قاعد اشوفه والله تاخذ والله لنا حبا الله في وجه جميل تفضلي هذه الملابس اعرضيها فقط، ام في تدخلات من قبل مودلز في عالم الدعايه والاعلان؟ مثلا على يعني كشخصيه الموديل عامه لل يعني على حسب مثلا ممكن يكون شكل الموديل وشخصيتها مثلا على حسب شو هو كان المنتج يعني وبس. جميل. يعني ما تتدخلين في اشياء معينه مثلا مثلا نبي والله العرض بالشكل الفلاني المخرج يطلب مثلا طريقه معينه؟ لا ممكن نتفق على شيء يعني يكون يعني يرضي الطرفين يعني مثلا بده يعني شيء معين فينا نتفق على شيء يعني انه اللي وجهه نظر كمان له هو وجهه نظر. جميل. الكنترول اعطانا معلومه يقولنا صوتك جميل ويقولوا ترى ما تبي تتكلم هي تبي تغني فشنو ممكن تسمعينا؟ على ما اسال رضوان تفكرين بغنيه؟ ايه يلا اسال رضوان. طيب رضوان منو من الموديل اللي تاثرت فيه؟ في موديل انا بحبه كثير ماري جولياس عندي على انستغرام انا كمان عامل له فولو انا بضل اطلع يعني بس فوت لازم فكره بغنيه راح تغنين راح تغني فكره بغنيه بضل فوت تابعه بحب شوف هو شو عم بيعمل شو الاشياء اللي هو بيعملها لحتى انه يجذب العالم له انه يصير تشوف انه عم بيعمل شيء حلو انه عم ستايله كثير حلو في اشياء عم بيعملها حلوه وبشكل عام انه الموديل بالعالم مو عند العرب او الغرب او شيء هو شيء اساسي اذا ما في موديل ما فينك تبيع المنتج اللي انت بدك اياه اذا ما كان في موديل بالشيء اللي انت بدك اياه شو ما كان الاعلان شو ما كان المنتج اللي انت بدك تبيعه اذا ما كان في موديل ما بتقدر تبيع او ما بتقدر تصرف هذا المنتج اللي انت بدك اياه فهو شيء اساسي بهذا المكان ليش ما بيكون من نقابه الفنانين انا عم برجع بطالب مره ثانيه ليش ما بيكون الموديل موجود يعني ينضم لنقابه الفنانين وفي شيء بيجذبوا لهذا الشيء ويصير شيء انه مشهور جميل احنا الوقت قاعد يضايقنا لكن عندي سؤال اخير وبعدين راح تغنين اخوي احمد هل النجوم والمشاهير اثروا على مهنتكم وهوايتكم هوايه الموديل بالوقت هذا اي في كثير يعني هلا حتى كلاعبين يعني عندك كلاعبين هلا صاروا اكثر شيء عم بياخذوا اللاعبين لشركات كثير كبيره بالعالم انه عم بياخذوهم هم يسوقوا لهم منتجاتهم بكل مكان بكل دول العالم فهذا اثر عليكم انتم كمان هذا اثر على كثير ناس مو بس علينا حتى اثر على الدول اللي برا يعني دول الاوروبيه برا ومودلز موجودين برا هم تاثروا كمان بهذا الشيء ممتاز هو مودلز ولا موديل ولا في فرق مودلز كجمع يعني كجمع؟ اصرف اس كذا يعني طيب تصير موديل طيب شو تسمعينا في ختام هذا اللقاء مقطع من غنيه لراشد الماجد تفضل يلا تهديني اياها مش لحدا تعبنا واحنا نتصبر قلنا بكره تتغير ولكن طبعك القاسي يزيد ويكبر ويكبر رغم هذا تقول تحب تقول انك تعرف الحب حبيبي غير الموضوع روح الله يسهل لك شكرا شكرا ما توصف قولها ولو مشكورين رضوان احمد رولا الحاج احمد غانم كل الشكر لكم قبولكم هذه الدعوه كل الشكر لك ولقناه الراي كمان نشكركم على الاستضافه الجميله شكرا لكم موفقين ان شاء الله رولا كلمه عادي تفضلي حابه اشكر اول شيء البرنامج وعلى كل شيء يعني واستضافتكم لنا وحابه اشكر كمان خبيره الميك اب ساره دشتي هي اللي عملت لي ميك اب اليوم نعم بس يستاهلون بتشكر كل اللي ساعدونا حتى نوصل هاي الرساله للناس اللي اختصاصها هاي الشغله
بالتوفيق ان شاء الله. احنا علمنا انك انت مصور فوتوغراف مميز، بالتاكيد راح نشوف نحصل بعض الصور يعني ان شاء الله. عند علي العقد، ها تفاوض انت ويا علي كمان. بارك الله فيكم، شكرا لكم مره ثانيه. شكرا لك مره ثانيه. اذا كل الشكر لضيوفنا اللي تواجدوا معنا وتكلمنا عن الموديل بشكل عام. يعني كنا نتمنى ان الموضوع كبير للامانه ويحتاج الى تغطيه بحلقات مختلفه، ونحاول ان شاء الله نغطي هذا الموضوع بشكل اكبر واشمل. كنترول نقول التقرير ونختم يعني، ولا طيب احنا نودعكم ان شاء الله، لكن اترككم مع هذا التقرير وهو متعلق بمشروع كويتي جميل لشاب كويتي للأمانة ابتكر هذه الفكرة. احنا نسمع هوت دوغ بوب كورن، لكن هذا ايش سوى؟ سوى كورن دوغ. كورن دوغ شلون تصير ما ادري شلون سواها، بس مشروع كويتي شبابي، واحنا بدورنا ندعم كل الشباب. في هذا التقرير راح تشاهدونه وتتعرفون على هذا المشروع الكويتي وهو كورن دوغ. احنا نودعكم، تقبلوا تحيات فريق العمل ونشوفكم على خير، فما الله. كورندوغز هو مشروع كويتي شبابي بدأ بسنة 2008 من المنزل، وب 2010 انتقلنا إلى جمعية اليرموك، وب 2011 انتقلنا إلى جمعية كيفان، وبعد كمية كيفان انتقلنا إلى غرب مشرف، واليوم احنا ب 2013 وصلنا إلى الأفينيوز. الحمد لله مشروع شبابي هو الكورندوغز، مشروع متخصص في صناعة الكورندوغ. الكورندوغ هو هدوغ مغطى في طبقة العجين مثل ما راح تشوفونه بالصور. هذه بداياتنا، كانت متخصصة بس بالكورندوغ، ما نبيع أي شيء ثاني لمدة 4 سنوات إلا الكورن دوغ بس، هوت دوغ فوق طبقة من العجين. بعد ما الله وفقنا توسعنا وخذينا موقع بالأفينيوز، تنوعنا، نزلنا النوتيلا كورن دوغ بدال الهوت دوغ، في راح يكون نوتيلا، وبدال النوتيلا والهوت دوغ راح يكون جبن. ونزلنا شيء اسمه بيبي كورن دوغ اللي هو يتكون من شراغي وفلفله، تطلب تطلبه العادي بيبي 5 حبات مع الكاتشب والمايونيز، او تطلبه مع الشراغي اللي هو وايد حار وفلفله نص حار. تلذذ تذكر.